بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تفسير أبو السعود، وما هي أفضل كتب التفسير الذي يقرأ بها المسلم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تفاسير القرآن كثيرة ولله الحمد، ولكنها مختلفة المناهج. بعضها يعتني بالفقه كتفسير القرطبي وابن جرير، وبعضها يعتني باللغة والبلاغة مثل تفسير أبي السعود والزمخشري، وبعضها يعتني بتفسير بالآثار، تفسير بالآثار كابن كثير والبغوي، وبعضها يجمع بين هذا وهذا بأسلوب سهل مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. كلها والله الحمد مفيدة، وكلها مؤصلة، وفيها الفائدة العظيمة للمسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد يقول: جدتي بلغت من العمر أكثر من 80 ومرضت وماتت رابع أيام رمضان، وكانت مريضة جدا وماتت، هل تحسب لها العمرة؟ وهل نقضي الصيام حيث بقي عليها من رمضان الفائت 4 أيام لأنها كانت مريضة كما قلت ولا تستطيع الصوم؟ وهل يجوز أن يصوم أحفادها عنها؟ نعم، من أدركه رمضان وهو مريض أو مسافر فإنه يفطر، وإذا انتهى السفر أو شفي من مرض يقضي الأيام التي أفطرها، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن أدركه رمضان ومرض ولم يتمكن من الصيام فليس عليه شيء إذا مات. من أدركه رمضان ومرض ومات في مرضه فإنه ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من الصيام. أما من أفطر ثم مات بعد ذلك وفي ذمته قضاء من رمضان فإنه يقضى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. يقول: دخلت مع صلاة الجماعة عند تكبيرة الصلاة فإذا بالإمام يسلم وأنا لم أجلس بعد لجلوس التشهد، فهل أكمل معه أو أصلي جماعة ثانية مع العلم بأنني كبرت؟ لا، أنت كبرت منفردا لأنها صلاة الجماعة انتهت وأنت دخلت في آخرها عند التسليم، تعتبر منفردا، تكمل صلاتك الحمد لله. نعم. يقول: ألاحظ يا شيخ بعض الناس من فاتته صلاة الجماعة يلحق بصلاة مع شخص يكمل ما فاته من الصلاة للجماعة. لا بأس بذلك، إذا أدرك شخصا يصلي ولو في آخر صلاته فإنه يدخل معه ليكون جماعة. نعم. وإذا لحق بالمتنفل هل وهو لم يصلي فضيلة الشيخ أيضا؟ كذلك مستنفل أو غيره. نعم. يقول السائل: أبنائي في صلاة الفجر والجو بارد هداهم الله، أعمارهم 14 و15 لا يقومون بسرعة، وأخاف أن تفوتني صلاة الجماعة فأقوم بتركهم، وإذا رجعت أوقظهم للصلاة، ما العلاج؟ لا، هذا لا يجوز، لا تذهب إلا وقد استيقظوا، وإن ذهبوا معك فهذا أحسن، وإن اشتغلوا بالطهارة والتهيئ للصلاة فأنت تذهب إلى المسجد وهم يلحقون إن شاء الله، لكن لا تتركهم على فرشهم. نعم. هل يجوز يقول أن أصلي العصر جمع وقصر بعد صلاة الجمعة؟ لا،
الجمعة لا يجمع إليها العصر لأنها ليست من جنسها. نعم، وإنما تجمع العصر مع الظهر. نعم. أم محمد تقول بالنسبة لي الذهب الذي ألبسه في المناسبات هل أزكيه؟ إذا كان تزكينه من باب الاحتياط فلا بأس، أما الوجوب فالمعد للاستعمال ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. نعم. هذا سوداني يقول إمام يصلي وخلف هذا الإمام شخص يقصر الصلاة لصلاة العصر، قام الإمام من الركعة الثانية ولكن المسافر جلس وبقي جالسا حتى اكتملت الصلاة، ما حكم ذلك؟ هذا عمل باطل، لأن حكم المأموم حكم الإمام، إذا دخل المسافر مع الذي يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، فهذا الرجل يعيد الصلاة التي قصرها أمام الإمام المقيم الذي يكمل الصلاة يعيد الصلاة. نعم. هذا سائل شريف يقول ما حكم الشيخ من يسقط الإحرام والرداء من فوق كتفه وهو في العمرة؟ يسقط الإحرام يعني إما أنه المهم أنه يستر عورته، وأما ستره لكتفيه وصدره فهذا مستحب. نعم. يقول السائل في بعض المجتمعات يشترط أهل الزوجة مبلغا يدفعه الزوج عند الطلاق لمنعه من التسرع بطلاق، ولا يقصدون بأنه من المهر. كل ما دفع للزوجة عند العقد إنه يعتبر من الصداق، وإذا جعل المهر على قسمين مؤخر ومقدم فلا بأس بذلك ولو كان آخر قسط عند الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. من الرياض يا السائل عبد الرحمن يقول الشيخ الخارج من السبيلين ناقض للوضوء بعد الاستجمار. نعم، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء ولو بعد الاستجمار أو بعد يعني غسل الفرجين بالاستنجاء ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأنني أشعر بشيء من البول عزكم الله وإخواني المستمعين بعد الخروج من الحمام، هل يؤثر على صلاتي؟ إذا لم يخرج شيء وإنما تحس به ولم يخرج شيء فصلاتك صحيحة، ولكن الأولى أنك لا تدخل في الصلاة إلا وقد تبولت وفرغت نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط حتى يتخلى عنهما ويستنجي ويتوضأ ويصلي وهو مطمئن. نعم. يقول صليت مأموما وبعد رفعنا من الركوع سجد الإمام ورفع قبل أن أسجد، فكيف آتي بهذه السجدة؟ تأتي بها بعد وتلحق به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول بأنها امرأة دورتها غير منتظمة فهي تنزل عليها شهر كامل، وأحيانا تقول تنزل أسبوع وبعدين تغتسل منها وترجع لنفس الحالة. عليها إذا كانت معتادة لها عادة يعني مستمرة وطرأ عليها هذا الذي ذكرت من الاستحاضة ما زاد عن العادة فهو استحاضة، إذا كان هذا طرأ عليها فإنها تعتبر عادتها، إذا نزل عليها الدم فإنها تجلس عادتها، فإذا انتهت عادتها فإنها تغتسل وتصلي لأن هذا استحاضة يعتبر، لا يمنع الصلاة والصيام. نعم. السائلة أم محمد تقول عندنا عادة وهي ما يسمى في بعض المناطق بالرفد والرفت، وعندنا تسمى نشر، يجيبون طست وكل واحدة تحط فيه فلوس لأم العريس والتي ما تدفع إما لظروفها أو لأمر آخر ما تسلم من كلام النساء، تقول أنا أخاف من الرياء، إذا أردت ندفع أعطي أم العريس دون أن يراني أحد، هل يجوز مثل هذه العادة؟ لا بأس بذلك، إن دفعت مع الناس لئلا يقال فيها شيء بخيلة أو ما أشبه تدفع مع الناس أحسن لها وأستر لها. نعم. تذكر السائلة يا شيخ بأنها عملت 5 قيصريات في الولادة وحملت على آخر مولود بسرعة، تقول خافت وأخذت أعشاب حتى ينزل الجنين وكان في الشهر الأول، هل عليها شيء؟ إذا كان في الشهر الأول فليس عليها شيء لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم. تقول السائلة أمي أرضعت ابن خالتي 4 رضعات مشبعات ولم تتم الخامسة، فهل يعتبر أخ لنا من الرضاعة؟ إذا مص 5 مصات مو برضعات يعني بمعنى الشبعة، إذا مص الثدي 5 مصات ينزل عليه الحليب لكل واحدة منها فإن هذا يحرم يعتبر محرما وتعتبر
أم صاحبة اللبن أما له من الرضاع، وبناتها أخواتها، بنوها إخوتها. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقيم 3 أيام لتلاوة القرآن في المسجد بعد دفن الميت؟ هذا بدعة منكرة ولا يجوز هذا، يدعو للميت ويستغفر له، تصدق عنه، هذا الذي ورد. ما قراءة القرآن عن الميت هذا ما لا دليل عليه، وكذلك كونه في المسجد وكونه محدد بأيام معينة كما ذكر السائل، كل هذا لا أصل له. نعم. يسأل السائل يا شيخ عن القول الراجح في مدة قصر الصلاة للمسافر. ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة، لكن لعله يقصد الإقامة إذا أقام أثناء السفر. إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأن سفره انقطع بنية الإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم. تقول السائلة: أم محمد، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن والرأس مكشوف؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن عندها أحد رجال من غير محارمها. نعم. إذا كان بعض أجزاء من جسمها يا شيخ كالساق مفتوح أو الذراعين، ما في مانع، إلا إذا كان عندها رجال غير محارم تستر نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائلة تقول: زوجي فيه مس ويشوف الزوجة على هيئة وحش، وتقول يشم مني رائحة، وبعد فترة من زواجنا راح للمحكمة وقال بأنه طلقني وراجعني بعد فترة. فضيلة الشيخ، هل يعتد بالمس وغيرها؟ هذه المسألة ترفع للإفتاء، لدار الإفتاء، وينظر فيها، أو للمحكمة تنظر فيها. مسألة طلاق هذه تحتاج إلى تثبت وإلى حضور المطلق. نعم. يسأل هذا السائل من اليمن، يقول: ما هو ميقات أهل اليمن سواء في الحج أو العمرة؟ ميقاتهم يلملم. نعم. بالنسبة للصلاة بدون خشوع سواء في النافلة أو الفرض؟ الصلاة تصح، والخشوع هذا مطلوب وهو روح الصلاة، ولكن إذا لم يحضر خشوع فصلاته صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما حكم من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب لنفس تقوم عليه أو تغلبه؟ عليه التوبة إلى الله ولو تكرر منه الذنب، لا ييأس من رحمة الله، فالكل ما أذنب فإنه يتوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا عقد شخص على امرأة عقد الزواج وظل في العقد مدة 2 سنين أو أكثر، فماذا على العاقد علما بأن التأخير بسبب غلاء المهور؟ لا بأس بذلك، إذا كان تأخيره الدخول، عقد عليها وتأخر دخوله لسبب ألجأه إلى ذلك فلا بأس، بشرط أن ترضى هي بالتأخير. إذا رضيت هي بالتأخير فلا بأس، وإذا لم ترضى فترفع إلى المحكمة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل من صلى فترة ثم قطع الصلاة هل عليه قضاء للفوائد؟ إذا كانت كالصلوات التي تركها كثيرة أثناء تركه للصلاة كثيرة، فإنه إذا تاب إلى الله يحافظ على الصلاة في مستقبل حياته ويعفو الله عما سلف، لأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. وصلنا هذا السؤال من السائلة سين شين، تقول: فضيلة الشيخ، لدي صديقة تتحدث مع ولد عبر التواصل الاجتماعي، وتقول بأنها ستتزوجه بعد أن يتخرج من الثانوية، وهي الآن ما زالت في الصف الثالث المتوسط. والسؤال: هل علاقة هذه البنت مع الولد تعتبر محرمة؟ هذا يعتبر من الأمور التي تسبب الفتنة، علاقة الذكور بالإناث بواسطة الجوال وهن لسنا من محارمهم ولا من زوجاتهم، إن هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشر وإلى العلاقة المحرم، يجب أن يحذر من هذه العادة السيئة. نعم. تقول السائلة في فقرتها: صديقتي هذه إذا لم تستمع لنصيحتي بعد أن بينت لها الأحكام الشرعية في ذلك، هل أبتعد عنها؟ إذا لم تقبل فابتعدي عنها لئلا تتأثري بها. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: إذا صليت المغرب مع جماعة ثم قمت لصلاة العشاء قصرا، وإذا بجماعة فاتتهم صلاة المغرب مع الإمام وهم لم يصلوا المغرب، فهل أدخل معهم بنية العشاء؟ أدخل معهم، لكن لازم تتم العشاء ولا تقصرها. نعم. من حفر الباطن سائل يقول في الآية في سورة سبأ: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله سخر عفاريت الجن لسليمان عليه السلام يعملون له، وكانوا في مشقة من العمل
الكثير، كان سليمان قائما يصلي على عصاه عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه الموت وهو قائم يصلي، استمر واقفا يظنونه حيا، ولم يتبين لهم موته إلا بعد أن أكلت دابة الأرض، يعني الأرض أكلت من سأته، أي العصا التي يتكئ عليها. فلما خر يعني سقط عليه الصلاة والسلام، علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، حيث كانوا يعملون بالمشقة كل هذه المدة يظنون أن سليمان عليه السلام كان ينظر إليهم. نعم. السائلة تقول: لي من الأولاد ولدان وبنت والحمد لله، ولم أعمل عقيقة لأي منهم، فهل يجوز ذبح بقر لهم جميعا أم يجب أن يذبح للولد شاتان والبنت شات؟ العقيقة تشرع في حق الأب، هو الذي يعق عن ولده، عن الشات، عن الذكر شاتان، وعن الجارية شات واحدة، وإذا ذبح بدناه أو بقرة فإنه لابد أن تكون كلها عقيقة عن المولود، ولا يجزئ فيها سبع بدنة. نعم. يقول السائل: في أوقات النهي عن الصلاة يا شيخ صالح، هل يجوز أن أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس؟ مخير، إذا جئت للمسجد تريد الجلوس بعد العصر أو بعد الفجر، فإن صليت ركعتين هذا أحسن وأحوط، وإن جلست فلا بأس نظرا لوقت النهي. نعم. إذا دخل الرجل يقول يوم الجمعة في أثناء خطبة الجمعة والإمام يلقي الخطبة، يا فضيلة الشيخ ماذا بحقي؟ صلي ركعتين خفيفتين ثم تجلس، ولا تترك الركعتين، لأن رجلا دخل من سليك الغطفاني رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. يصلي ركعتين ويجلس يسمع الخطبة. نعم. هذا السائل يقول: ابني طبيب أطفال حديث الولادة، يقول إذا كان على طهارة ويتعامل مع هؤلاء الرضع أو حديث الولادة يا فضيلة الشيخ، هل يعيد الوضوء؟ إذا مس فرج أحدهم مباشرة من دون حائل وهو على وضوء فإنه ينتقض وضوءه، وأما إذا كان ذلك من وراء حائل فلا ينتقض وضوءه. نعم. رجل متزوج من امرأتين أولاد أولاده، وبالذات من زوجته الأولى أي أحفاده، هل هم محارم لزوجته الثانية؟ نعم، زوجة أبيهم فتبرون محارم لها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. يقول: أيهما أفضل في قيام الليل شيخ، عدد الركعات أم الاقتصار على ركعتين؟ الأفضل عدد كثرة الركعات، لكن لعله يقصد هل الأفضل طول الركعات؟ نعم. أو تخفيفها مع كثرة العدد؟ الأفضل طول الصلاة، هذا هو الأفضل. نعم. أخيرا يا شيخ، عند التثاؤب والعطاس يقول: أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، ماذا أقول؟ يحمد الله عند العطاس لكن لا يرفع صوته، وإذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه لكن بقدر ما يسمع نفسه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.